خلينا نشوف موضوع التقرير التالي، يتحدث عن موضوع الانتخابات القادمة وكيف ممكن يتعاطى معها الوسط الرياضي. هل يتعاطى معها بمبدأ أنه الأكفأ، ولا بمن يمثل النادي الذي يميل له المشجع أو يميل له، خلينا نقول مسؤول، أكيد يميلون اللي ينتمي له مسؤولي الأندية أنهم يرشحون أحد أعضاء شرفهم، ولا يمثلوا ولا يرشحون الأفضل والأكفأ لقيادة الكرة السعودية. نشوف التقرير ثم نعود. قبل أيام قدم الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الأسماء للدخول في سباق الترشح للرئاسة. وخلال اليومين الماضيين تداول الوسط الرياضي بعض الأسماء التي تنوي الترشح لخلافة الأمير نواف والجلوس على كرسي الاتحاد السعودي لكرة القدم. ومن هذا المنطلق تدور تساؤلات عديدة قبل انطلاق السباق للفوز بالكرسي الأهم في منظومة الرياضة السعودية. ولعل أبرز ما يمكن طرحه من تساؤلات يتمحور حول المشاكل والصراعات التي تحدث دائما في انتخابات الأندية، والتي شاهدنا العديد منها خلال المواسم السابقة وفي أكثر من ناد. فهل سنشاهد في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم صراعات من هذا النوع؟ أم ستسير الأمور على وتيرة هادئة وتنتهي الأمور وفق منهجية سلسة تعطي الشخص المنتخب انطباعا جيدا حول الاتحاد السعودي يساعده على النجاح في أصعب اختبار تمر به الكرة السعودية؟ الانتخابات مرحلة لا بد وأن يمر بها الاتحاد السعودي، لذا من يرشح نفسه عليه أن يدرك أن هناك في الميدان أكثر من اسم سيحمل التطلعات ذاتها والرغبة نفسها، وفي النهاية تبقى مصلحة الكرة السعودية فوق كل اعتبار. بندر، كيف ممكن نتعامل مع الانتخابات، او انت كيف تتوقع الأندية تتعامل مع الانتخابات؟ تبحث عن الافضل ولا تبحث عن من يوافقها الميول والهوى؟ اخوي تركي، يمكن التقرير ذكر الكثير من الاستفهامات. هل المجتمع الرياضي الان سيتقبل بانتخابات مفتوحه؟ الأندية أيضا هل سيمثلها شخص أو ممثل واحد، أو سيتم منحها أكثر من ممثل؟ بالإضافة إلى أنه هل أيضا الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي قدم استقالته قام برفع هذه الاستقالة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهل تم قبول الاستقالة؟ لأنه الاتحاد المحلي دائما هو مرجعه للاتحاد الدولي. هل سيتم أيضا قبول هذه الإدارة أو التي تسير أمور الاتحاد حتى الثلاثة أشهر؟ هل سيتم القبول بها من قبل الفيفا؟ الاتحاد السعودي إذا فعلا يرغب بانتخابات مميزة، بانتخابات ذات جودة، أنه يسارع من الغد يضع الخطوات ومن ثم يتم الانتخابات. شاهدنا في الكثير من الأمور، الكثير من المشاكل التي عانت منها الكرة السعودية دائما يوضع لها بعض اللجان وتنتهي دون أن يوضع لها أو نعرف نتائجها. فلذلك أتمنى أنه فعلا يكون هناك خطوات جادة وخطوات سريعة لهذا الأمر. والله شوف، أنا أشبه الرياضة السعودية الآن كرة القدم بالذات يعني كأنه مريض عملية قلب مفتوحة، زين، ما تدري بعد زراعة القلب هو هل بتنجح العملية أو لا، زين، لأن احنا مقدمين على يعني مناطق حساسة ومراكز حساسة مفصلية في تطوير كرة القدم السعودية. هل ما زرعناه نحن كإعلاميين، وأنا ما بري نفسي ومن تعصب، سيقبل الشارع الرياضي شخصية هلالية تدير الاتحاد أو شخصية مصراوية تدير الاتحاد؟ هذا سؤال صراحة حساس، ولا ما أعتقد أنه ممكن، لأن الآن اللي يحتاجه الاتحاد السعودي الهدوء، العمل، تغيير. يعني أنا كان من رأيي أن استقالة الأمير نواف يعني كانت متأخرة جدا، المفروض كانت بعد بطولة آسيا اللي خرجنا منها بعد ما استقال الأمير سلطان. المفروض يتغير نظام وسيستم كامل الكرة السعودية، لأنه أثبت النظام السابق أنه يعني نظام لن يتقدم، خطواته ضعيفة، خطواته مرتبكة، ليس هناك خطط استراتيجية لتطوير الكرة. يعني وضح الفرق بيننا وبين دول أخرى طورت الكرة عندها. عموما انا اتمنى انه يتوفق الاتحاد الجديد، بس عندي اسئله. انا
يعني مثلا رئيس الاتحاد هو يعني سيرشح عن طريق الجمعية العمومية المعينة، ترى الجمعية العمومية معينة ما هي بالانتخاب، هل سيكون عن طريق الجمعية العمومية المعينة أم سيكون انتخابات مستقلة لترشيح رئيس الاتحاد؟ بعدين في شرط من شروط رئيس رئاسة الاتحاد اللي هو يقول يكون له 10 سنوات مارس رياضة أما في اتحادات محلية أو في اتحادات عالمية. أنا أرى الشرط هذا صعب جدا تحقيقه، لك لو ركزت على الشخصيات السعودية لن تجد واحد قضى أكثر من 10 سنوات. عموما إن شاء الله بكرة في اجتماع الاتحاد الجديد أو مسيري الاتحاد الجديد مش اللي يكون تسمع دقيقة يعني، وإن شاء الله يكون في إجابات على كل هالأسئلة. في هنا أكثر من شخص يرسلون رسائل يقولون تركي ليش نصرف على كرة القدم، نصرف على أشياء ثانية، ممكن نصرف على أشياء ثانية، نقدر نصرف على كرة القدم يعني صح. الحمد لله البلد فيها خير. مباراة